بدي رحب بكبرياء الساعور، باحثة اجتماعية، هي معنا من غاز عتاب التركية. صباحك يا رب. صباح الخير. صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين. يعني سيدة كبرياء، برأيك شنو هو العدد المنطقي للأولاد بظل الظروف الصعبة اللي عم يعيشها السوري، سواء إذا حكينا بالمخيمات أو حتى مناطق النظام أو حتى كمغتربين، يعني بظل الظروف الصعبة اللي عم يعيشها كل سوري؟ أكيد أنا ماني بمحل بقدر أقول شو العدد المنطقي للأطفال، لكن بقول إنه يعني تحديد النسل أو الحديث عن تنظيم الأسرة هذا بيقودنا لمفهوم هو الصحة الإنجابية، واللي هي بتقول إنه هي جزء من حقوق الإنسان وحقوق المرأة، إنه الإنسان هو حر إنه يأخذ هذا القرار، يأخذه يعرف إمتى بده ينجب، إمتى هذا يكون عنده مسؤولية، يعني كما بيقولوا قرار مستنير، فإمتى بده ينجب ويخطط لهذا الشيء بدون ما حدا يكون يضغط عليه، يعني صحيح. هي من حيث المبدأ. وقتنا نحكي عن قضية تحديد النسل وتنظيم الأسرة في سوريا وفي الشمال الغرب ونتيجة ظروف، فبنقول إنه هي قضية بترتبط بوضع اقتصادي واجتماعي، ظروف النزوح واللجوء، أوضاع كتير الحقيقة قاسية وصعبة بتأثر على، يعني إذا بتأثر على صحة الأمهات، يعني وقت بيكون في ولادات متكررة مثل ما تحدثوا بالتقرير، أحيانا بترتفع نسبة الوفيات عند الأطفال وقت ما بيكون في تنظيم لهي العملية. يعني بس بدي نوه لشغلة مهمة، يعني أحيانا كان في حديث هيك في ناس بيتناولوا هذا الموضوع بخفة، قضية تحديد إنه ليش بالمخيمات وبالذات للمخيمات، كان أنا بعتقد هذا التنمر على المخيمات، إنه ليش بالمخيمات ما بياخدوا حبوب منع حمل وبيوقفوا وبيحدوا من الإنجاب أو بيبطلوا ينجبوا نهائيا. أنا برأيي يعني هذا مو كلام غير حق، في استخفاف بحقوق الإنسان. طبعا. الناس هي حرة تأخذ هذا القرار 100%. لكن بدي، هل سألوا حالهم هدول الناس، هل هناك في رعاية صحية، هل هناك في توعية صحية؟ يعني إذا إجينا حكينا، إذا بتسمحوا لي كمل، يعني طبعاً. إذا إجينا حكينا على الشمال الغربي، في دراسة يعني انعملت من فترة قريبة عم تحكي عن الوضع الصحي، عن وضع الصحة الإنجابية بشمال غرب، فبتقول إنه في يعني ما في صحة إنجابية، كثير من النساء وأعداد كبيرة ما عندها رعاية صحية. يعني وقت نحكي تنظيم أسرة وحد وتحديد النسل بده يكون في رعاية صحية، بده يكون في أطباء عم يعطوا إرشادات، في توعية بتقدم لهم الوسائل والخدمات، فللأسف كثير من النساء وخاصة بالمخيمات ما عم يوصلوا لهي الرعاية الصحية والإرشاد والتثقيف الصحي. إذا ما قلنا الرعاية الصحية أيضا حتى بالمخيمات، وقت عم يكون في مراكز صحية، هاي المراكز مثل ما بنعرف فيها نقص كبير بالكوادر، فيها نقص حتى بالأطباء النسائي، أحيانا بتم الاعتماد فقط على القابلات مثلا على سبيل المثال. صحيح صحيح. فالوضع كتير صعب. يعني إضافة لمسألة تانية هي أنه إحنا عم نعيش بمجتمع، يعني أحياناً قرار الإنجاب ما بيعود للعائلة نفسها أو للمرأة نفسها، المرأة ما لها أحياناً القرار بالإنجاب بيكون لعائلة الزوج أو للعائلتين، وللزوج يعني، وبالتالي تمام. ولكن هذا الكلام يعني ممكن مثل ما تحدثت هي السيدة قالت، يعني هذا الكلام ينطبق على العائله مثلا اللي ما عندها اولاد او اللي عندها ولد واحد، مثل ما ذكرتي سيده كبرياء، يعني تحديد النسل بالذات هو قرار شخصي يعود للشخص نفسه، ونحن ما فينا نفرض لا ارائنا بس نحن مهمتنا انه نوعي نفرجيهم الظروف اللي عايشين، وهن شايفين تماما. هذا الموضوع يعني هن شايفين الظروف الصحيه والاقتصاديه والاجتماعيه السيئه اللي عايشين فيها، وبيقولوا لك انه نحن ما بدنا نكتر اولاد، بس بالنهايه بيطلع عندهم 5-6 اولاد. يعني للاسف انه ما في تعليم، في تسرب من المدارس لبعدين، عم نحكي في زواج مبكر، هذا كلياته تداعيات لهذا الموضوع. ولكن سؤالي انه لماذا يرتبط دائما موضوع يعني كثره الانجاب بالمجتمعات الفقيره؟ هلا يعني اول شيء يعني هي مساله يعني مو بس الفقر، يعني الفقر مثل ما بيقولوا بكج بيحمل
جهل بيحمل عفوا، يعني انك انت ما عم توصل للتعليم، ما في رعايه صحيه، كلها سوا. لذلك وقت بقول انا الناس عم يلوموا الناس بالمخيمات، انتم ما شفتوا الظروف اللي عم يعيشوها، هل انت لو عشت هاي الظروف؟ يعني احنا ما بنختار احيانا البيئه اللي احنا موجودين فيها، وقت اللي انا بحرم النساء من التعليم، بحرم المجتمع من التعليم، وبكون في زواج قاصرات، بالتالي غالبية هدول الفتيات لا راحوا لا عندهم تثقيف صحي، ما عندهم معرفة الحقيقة بآثار، ولذلك يعني بالتالي بتشوف هاي النتائج يعني. وهن الحقيقة بيدفوا الثمن، يعني ارتفاع وفيات احيانا في فتيات، يعني حالات طلاق ايضا، يعني لانه زواج القاصرات ذات له تبعات، يعني ممكن يكون طلاق، وايضا راح ينخلق اولاد ايضا بدون يمكن يعيشوا مع اب لحال او ام لحال، ويعني القائمه تطول. بالاضافه انه لما الواحد يكون عنده يعني عدد كبير من الاطفال، هن ما حيعطوهم حقهم بالاهتمام بالتربيه بالتعليم، وايضا يعني بخيمه اكيد هم من حقهم يختارون عند الاطفال اللي ينجبونهم بالحياه، لكن جدا مهم من وعي بهذا الموضوع جدا. انا برايي هذا حق، يعني حق الناس علينا بالمخيمات وبمناطق سوريا كلها، وخاصه المناطق اللي بظل النزاع دائما بيكون في مخاطر بعمليات الانجاب. يعني هلا كنت عم تحكي على الاثار والعواقب، يعني انه يكون في ما في تحديد نسل وفي ولادات متكرره، اول من يدفع الثمن النساء، يعني اكبر نسبه وفيات من النساء نتيجه يعني بتاثير الحمل والولاده، وخاصه الفتيات الصغار، ايضا ارتفاع نسبه وفاه الاطفال المواليد، وكمان كثره الامراض، فكل هاي قضايا فعلا نتائج حقيقيه. لذلك انا برايي التثقيف والتوعيه كثير له دور، وما بيكفي اني انا احكي كلمتين، يعني طبعا وسائل الاعلام لها دور، بس لازم يكون في جهات صحيه فعلا. وأنا بدي أقول يعني من هون أنه أحياناً تنظيم الأسرة والتوعية بتحديد النسل بيستهدف النساء فقط. وأنا برأيي هذا يعني في نقص كتير كبير. طبعاً النساء هن بتأثروا، وجزء من يعني الوعي الصحة الإنجابية يكون في توعية للنساء، لكن النساء مو لحالهم، مو صاحب القرار فقط، صح، ممكن الرجل يعني إذا بده يجيب أولاد صحي يفرض عليها ويعمل مشاكل مع مرته حتى يعني يصير في إنجاب، وبالتالي يعني لازم الأسرة ككل فعلاً يكون في توعية. برأيك يعني سيدة كبرياء، هل الموضوع أنه مجتمعنا ما يتقبل هذا الموضوع من باب الحرام، ولا هو لا موضوع انه شيء تربينا عليه، انه اني خاص اجيب العدد اللي اريده من الاطفال بدون يعني هم يجون رزقتهم تجي معاهم؟ يعني مثل ما حكيتي، يعني في اسباب ثقافيه، في اسباب دينيه، يعني مثلا بالمجتمعات العشائريه بتفاخروا قديش عندهم اولاد، يعني ان شاء الله يكونوا مثلا مو قادرين يدبروا لهم، بينما احيانا في نساء بتقول لك انا لا بفضل اعمل تحديد نسل مقابل ما اعجز، يعني ما بدي اعجز انه لبي طلبات ابني، امن له اكل، امن له رعايه، امن له تعليم يعني. فالمساله لها علاقه فعلا بالتوعيه بالثقافه، واحيانا النساء بيتم اكراههم على تكرار الانجاب يعني. لذلك التوعيه لازم تكون للجميع، ويكون في شروط يعني هلا للاسف يعني بتحمي النساء انه ما يكون في، خاصه الزواج القاصرات، ويكون في ولادات مبكره، ويكون في اشراك للرجل، الرجل هو يعني احيانا بيكون القرار بايده يعني. لحتى توعيته انه شو المخاطر اللي هو ممكن يتعرض لها، وانه الهدف بالنهايه حمايه الاسره، حمايه الاطفال، يعني الوضع الاقتصادي بيكون افضل للاسره، بتقدر تخطط افضل يعني. صحيح. فانا برايي التوعيه كثير ضروريه وحق، انا برايي كمان. سيده كبرياء، وايضا مشاهدينا، احنا اجرينا استطلاع للراي بشمال غربي سوريا، تباينت الاراء بين مؤيد وبين معارض لموضوع تحديد النسل، خلينا نتابع سوا. وأنا ضد فكرة الإنجاب يعني بسبب هالظروف الصعبة، يعني المعيشة صارت غالي، شغل ما في، وضع صعب كتير علينا يعني، فإذا أنا ضد هاي الفكرة تماما يعني بالنسبة للإنجاب يعني، إلا أنه يعني الأطفال كويسين يعني وما في أحلى منهم، وكما ذكر في القرآن أنه المال والبنون زينة الحياة الدنيا يعني، بس أنه من ظروفنا هالصعبة يا أخي ما بقريد يعني هذا الأمر، رغم أنه أنا عندي 5 أطفال يعني، وهي بحب أن يجي يكون عندي أطفال يعني، أنه مثلا أطفالي كويسين يعني، شقد من كثرهن كويسين يعني، بس أنا ضد هذا الأمر لأنه حياتنا صارت صعبة كثير يعني. وبالنسبة للأولاد عندي 13 ولد، 9 بنات وأربع أولاد، وبنصح لكل المتجوز هلا حاليا بهالأوضاع ما بنصح بالأولاد الكثير،
ولد ولدين ثلاثة بالكترات وارزق على الله، لأن حالي المادي الوضع الواحد مسيء، كل ما له على أسوأ، والحمد لله رب لهاك الحال. أنا ضد فكرة الإنجاب كتير، لأنه نحن وضعنا ما يتحمل إنه الإنجاب كتير، لأنه عم ساكنين بخيمة، يعني أكثر من اثنين ثلاثة ما عاد في مكان كمعيشة وكمكان. أنا عندي هون أربع أطفال، ثلاث صبيان وبنت، ما عم نفكر حاليا هون فكرة الإنجاب، بجوز إذا صرنا بوضع أحسن نفكر بهالموضوع. ويقولون الإنسان الطفل يوجد جرزته معاه الله رزقه، بس هالوضع والله صعب شوية، صعب يعني، مو ناس أفضحت فيه تعبانة، ناس تريد الخلفة تقول لك رزق على الله. خلي يكون في إنجاب كتير أحسن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتباهى بأمته، الظروف الله اللي بيرزق، ما حد بيرزق غير رب العالمين، الرزق من رب العالمين. اللي بدي يربي أولاده صح بربيهم صح، إن كان عنده 50 وإن كان عنده 1، والما بدي يربي صح عنده 1 ما بيربي صح. أنا بحب الأولاد كثير، أنا إذا عدم مؤاخذة إذا يكون عندي 70 ولد عادي، لأن الأولاد ما في أحلى من النسل، والله لا يحرمها من أحد. أنا الحمد لله أنا عندي 7 أولاد بفضل رب العالمين، والله يعطيني الحمد لله بفضل رب العالمين، ما في أحلى من الأولاد. طبعا مع انجاب الاطفال، لان الولد لما بيجي بتجي رزقته معه مثل ما بيقولوا. هلا شفت هودي بالمخيمات اللي بيجيبوا طفلين وثلاثه واربعه وخمسه، شلون معيشين لاولادهم؟ هلا بالنسبه للاطفال، اول شيء كانت الخلق تكتير، 10 ولد يجيبوا، ما في عيله اللي كان قال لي يجيب 4. هلا اليوم على هالمعيشه وعلى هالغلا الخلقه بتختصر، ليش؟ لانه شيء غالي، والوضع الحرب، وضع النفسية للأم وللزلمة تعباني، ما بقى مثل قبل، عرفت شو؟ سيدة كبرياء بدي أرجع أرحب بيك، وأكيد سمعتي استطلاع الرأي اللي أجريناه بشمال غربي سوريا، رأيك بكلام الناس، وأيضا يعني تعتبر يعني هذا الموضوع أو هذا الاستطلاع هو نبذة عن حياة الناس بالداخل السوري. بدي أقول أول شيء بداية قبل ما أعلق على التقرير وعلى الناس، إنه قضية تنظيم الأسرة وتحديد النسل هي ليست قضية فردية، هي قضية مجتمعية، يعني منظمات المجتمع المدني، الحكومات أو السلطات الموجودة هي أيضا معنية فيها ومسؤولة عنها، وأيضا توفير هاي الخدمات مثل ما حكينا، التوعية والتثقيف. آراء الناس طبعا احنا بمجتمعاتنا يعني مثل ما حكينا بتتنوع آراء الناس حسب بيحب، يعني احنا بمجتمعات بتميل انه تحب يكون في عدد كبير من الابناء، انه نوع من التباهي او نوع انه هن يعني احنا يمكن اغلبنا جايين من مجتمعات زراعيه، كان انه بيجيبوا اولاد كثير رح يكون عندهم ايدي عامل كثير، يعني دائما المساله الى كمان اسباب اقتصاديه. وهلا التغير، الوضع النزوح والاوضاع الاقتصاديه الصعبه عند الناس، يعني مثل ما لاحظت قسم كبير بيقولوا انه هن بيحبوا الاولاد لكن هلا بدهم يوقفوا لانه ما عندهم امكانيات. ومثل ما حكينا طبعا ما حكوا، يعني لو اعطي الراي للنساء يقولوا انه احيانا كثير في نساء بيتم اجبارهم انه يعني احيانا بشكل معنوي او يعني بشكل غير مباشر، ضغوط اجتماعية، ضغوط العائلة أو ضغوط الزوج تماما، بدون ما يقولوا شو صحة هاي المرأة اللي بدها تجيب أولاد وراء بعضهم، بدون ما ياخذوا بالاعتبار النتائج يعني. فالقصة أنا برأيي بدها توعية، يعني كتير بدها توفير خدمات صحية توصل للناس، توفير تعليم يوصل للناس. وقت ما بتوصل هاي الخدمات وهي التوعية، أحيانا حتى لو أحيانا المرأة ما بدها تجيب أولاد أو الزوجين أحيانا ما عندهم وسائل لتحديد النسل، بالتالي يكون في يضطروا يجيبوا أكثر من ولد لأنه ما في خدمات صحية ممكن صحيح. يعني طيب بدنا نختم مع حضرتك سيدة كبرياء، وبدنا منك نصائح وإرشادات لتحديد النسل وأهمية هذا الموضوع على المجتمع. أنا بعتقد تنظيم الأسرة وتحديد النسل هو قضية كثير مهمة مرتبطة بالمجتمع، إذا بدنا مجتمعنا قوي وبدنا أسرتنا إحنا الزوجين يكون عندهم قرار ويكون عندهم وعي يخططوا لأسرتهم قديش بدهم عدد أفراد يعني أولاد،
يكون شيء شراكة ويخططوا هذا الشيء بضوء قديش عندهم قدرات إنه يعلموا أولادهم إنه يرعوهم يقدموا لهم الخدمات الصحية المناسبة يفكروا بمستقبلهم. وقت بيكون في تخطيط لهذا الموضوع بعتقد بيكون في أوضاع اقتصادية للعائلة أفضل، بنعكس على صحة المرأة أكثر. النساء وقت بيكون في ولادات متكررة بتمرض ما بتقوم برعاية أولادها بشكل مناسب صح. يعني وإحنا عم نشوف أمثلة كتير مؤلمة وكارثية أحيانا. أيضا أنه وقت المرأة ما بيكون في تحديد النسل، هذا بيمنع تحديد النسل بساهم وبيعطي المرأة فرصة أنه تشتغل تشارك بالمجتمع تدعم أسرتها أكثر، ما تكون مشغولة مستغرقة فقط في الولادات الكثيرة مثلا. تنظيم الأسرة هو مو أنه أنت ما تجيب أولاد، لا، أنك أنت تخطط وتفكر بعقل مستنير. هالوقت أنا قادر أو لا، أنت مسؤول عن هذا الشخص اللي بده يجي تماما، بالتالي الأرعى فأنا هذا حقه علي أني وفر له تعليم وفر له صحة. شوف شو الشروط. وأيضا أنا بقول برجع بقول أنه تنظيم الأسرة والتحديد النسل هو قضية مجتمعية وليست مسؤولية أفراد. بتمنى أنه يكون في فعلا شغل جدي يعني من المنظمات حول هذا الموضوع وينحكى بشكل مبكر، يعني يعني يستهدفوا الفئات العمرية من الفتيات بالمراهقة، يستهدفوا الرجال والنساء 100%. بدنا نشكرك كبرياء الساعور باحثة اجتماعية، كنت معنا من غازي عنتاب التركي. نهارك سعيد. شكرا لك سيدة كبرياء.